اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. صباح الخير، صباح الرضا، صباح القشطة، صباح الزيتون، صباح الحبحب، صباح زقزقة العصافير. شلونكم يا غالي؟ عساكم طيبين. النشاط والباور 1000، ما شاء الله تبارك، ما قدرت أرقد، قلت لي ساعتين وقمت. صح، ومتفاول بخير اليوم إن شاء الله، وإن شاء الله منطلقين هالحين بنمر خالد الشيباني نفطر عنده. هم على الصياد، وجولة ثانية. والله يا أجواء الصياد إنها ما شاء الله تبارك الرحمن، إنها مبسوطين فيها. وبعدين صادف التمطار والجو الحلو اللي يفتح النفس، اللي زيكم زي كذا، الجود مثلكم كذا، زي إيش أقول لكم، زي الشكشوكة. يا شكشوكة قلبي أنتم، الله لا يحرمني منكم. قولوا آمين. الله ييسر أموركم كلكم. يطعني عنكم يا شيخ، يطعني عن اختيارك للصاحب الصديق. انصاف لنفسك في حال انك تختار صديق صالح يدلك على الخير، وفيه ظلم لنفسك في حال انك تختار صديق طالح يوديك مع المنحدرة. ورشيد الزلامي الله يرحمه إن شاء الله ومات المسلمين يقول: راف قال لي يكسر العود في عين الحسود، وردي لما أدي مناك له ردها. أنصف مع نفسك كمال الشحم على أكبر رفيق الطيب. الله الله في انتقاء الصاحب، لا تصحب الأردى وتردى مع الردي. دورة خيار القوم وحطي دينك في دينه وهب معهم يا مال الشحم. ايه تقعد تخمخم وتقمقم، شم رفع نفسك يا مال الشحم. والوقداني بعد الله يرحمه ان شاء الله ومات المسلمين يقول: رافق الاحرار من اهل الرتب، تستفيد العقل منهم والادب، حيث هم اهل المروه والنسب، وترك الاسفال ما منهم حصيب. يختصرون هالشعار، الرسائل هذه اللي تتعب عشان توصلها يختصرونها في بيت في بيتين. بعدين الواحد وش حاضي يظلم نفسه؟ اللي انت تمشي معه تراك زيه. والكلام هذا موجه النفس اول شيء، ثم للشباب. دور صاحب كل اللي انت تبغى تصير زيه ورافقه باره، مش فين تصير زيه. وانا قمت تلفلف يمين ويسار، الدوكلة الدرب الانتخاب، انتبهوا لا يضحكون عليكم. دورة الطحاطيح مال الشحم، انا احب الناس اللي يركزوا، احب الناس الاذكياء. واليوم ابى اختبر ذكائكم، يعني بشوف وش مدى التركيز عندكم. يعني من طول ما سالتكم اسئله والغاز زي كذا، وعندي لغز بشوف من اللي يقدر يجاوب اليوم. اللغز هو: سلمك الله، ما هو الشيء الذي كلما أكل عاش وإذا شرب الماء مات فورا؟ وش هو؟ يلا ترى مطول ما سألتكم أسئلة، بشوف بختبر ذكاكم، شوف مشغلين العقول ولا طافية. وش هو الشيء اللي كل ما يأكل يعيش، زال إنه يأكل يعيش، وإذا شرب ماء مات على طول؟ بالله من الشيطان الرجيم، اللي يعرف إجابته يرسله. يلا عجلوا علي، تراه سهل بالحيل، فكر قريب لا تروح بعيد، قريب. تأخرتنا عن الريجي، وغلا دعبلك خوي والله أنا عاد تأخرتني. لا استغفر الله، بس ايش رايك في ذوق؟ ما شاء الله، كيف مع التقديره حقت المطر؟ الله يحفظك انت ذوق يا ولد. يا مرحبا. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. الله يصبحكم بالنور والسرور يا هلا. عادي والله، لا دمشيت ريحة شبت النار معرضتنا من الشارع، ما عليك والهيل والبن، عزلنكم أهل يا لاد مشيب. لكن هذا مو بشغل، اللي مو بشغل وش؟ من الساعة 6 وكل شوي جينا اثنين يا زياد. نقل جماعي. اسمعني يا زياد، اسمعني اسمعني الله يعطيك العافية. اسمعني، اللي عازم من أخوك الكبير يقول الساعة 10، والساعة ما جت 10 غير هالحين. لا والله احنا على طول. فانت اخوان، تراني انا اللي اخرت 10 وربع. انت اللي اخرت، انا اللي اخرت 10 و25. يعني ان المصفوط بدر ذا واللي يا الحبه والربع هذا والله غريب، يدوج في الطاي يدوج. يا زينك يا زياد، زينك.
سوي عقالك فضحتنا في الرجل اسي النعمة والخير هذه والله نشبع فيها اللي ما جاء لها الحين. الله يجود علىكم يكثر خيركم يبيض وجيهكم. عزلة ما قصرتوا سعد والله عين مني بخاوية لا تمشي عزلة سبعين نعم عان ما شاء الله تبارك الرحمن ما نشوف بعضنا من الصحون والله الظاهر لازم يدبلون له مركن ثاني. يا فلاح بيض الله واجهك ابو فارس من انت يبالك من يسوي لك شبكه ما شفتك الان ارتفعت ما شاء الله تبارك الرحمن. آه ابو ذيب انتو خليت الناس كلها وقت الطير جنبي وتعبان ليش هذا خاف يعدين وش فيه الرجال بيني وبينه خشم البندق والله اسمع صار اللي انا بعاديك انت تطلع بجنبك هذا مع هات علام حلقك اطلع بكره انت عايز والله يذكرني بجدتي عايشه ابو عمر بالله يذكر كمان والله جدتي يا ولد تجيب الخمير الخمير عندنا اكل حضرميه يا ولد الخمير والشاي زيها بالضبط انا ما طالع ابو جوف يا جده بقول لك كذا عين دمر الشعر الابيض يا جده يا كذابه عشان شوف كلامه صح ولا لا اطلب لي كار يا طارق عطى كار والله